لو كيف كان احنا تعرفنا كلهم لما يجون شمال نظل الخط ناخذ. دعت ال دعت لجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتطبيق واحترام البروتوكولات الصحية ضد فيروس كورونا في الفضاءات العامة والخاصة واتخاذ تدابير وقائية استباقية في ظل ارتفاع دعت لجنة الجهوية لمجابهة الكوارث تطبيق واحترام البروتوكولات الصحية ضد فيروس كورونا في الفضاءات العامة والخاصة واتخاذ تدابير وقائية استباقية في ظل ارتفاع أعلنت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان غريمل في ندوة صحفية اليوم إطلاق بوابة إلكترونية لترفع الإشعارات حول استغلال الجنسية المسلط على الأطفال عبر الإنترنت وذلك في إطار مشروع مشترك مع مركز مراقبة الإنترنت ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. مما وصفته بخطورة ما آلت إليه الأوضاع في تونس محذرة من خطورة فقدان الثقة في الدولة ومؤسساتها وتزدير إحساس المواطن بالإحباط وفقدان الانتماء. لما أعلنت الإمارات البدء في دراسة لتحديد الاستجابة المناعية للقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا على الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و 17 سنة كخطوة استباقية في مواجهة جائحة 19. حذرت منظمة هيومن رايتس واتش اليوم من كارثة ستحل على ملايين السوريين في مناطق خارجة عن سيطرة النظام في شمال غرب البلاد في حال نجحت الدولة الليبية في الأمم المتحدة لإغلاق آخر معبر خليجي للمساعدات.